يلا هذه لقطة الأسبوع. نحب أقول لكم هذه تحت عنوان فلوجة التسعينات، يعني مسلسل فلوجة اللي هو اليوم راهو زاد فلوجة التسعينات، أنه القناة الوطنية كانت قدمت مسلسل اسمه ولد الناس يتناول نفس المواضيع تقريبا في مسلسل فلوجة، لكن برؤية التسعينات، واليوم فلوجة برؤية زمننا هذا. لكن الممثلين عرفتهمش دلجين وشكون؟ عرفتهم أنا مثلا سفيان شعري بالأخضر، سفيان الشعري اللي بالله المرحوم الله يرحمه سفيان، ومحمد علي نادي ومحمد علي بن جمعة هو تتمة هذوما كانوا ديما بعضهم ناقصين لطفي العبدلي هذا سامي ذولي لطفي اي هذا اصحابي كومبلو كانوا تخيو محلاهم في اول التسعينات تفرقوا في اخر التسعينات اول الالفينات هذا قلت انت فلوجة وقبل هذا وقبل فلوجة انا خلطت على سيري في اخر الثمانينات اللي هو جيجا سيري امريكا في زاك الممثل ونتاكد اللي هو تاثروا به تاثروا بعد 6-7 سنين جاء هذا اما راهو رانيا في التسعينات يطرحوا المشاكل هذيك كانت فما جرأة انا يحكي لي أكيد. محمد علي النهدي هو اللي مدني بالصوره هذيا قال لي المسلسل كان باش يقف ريت الحملة اللي صارت على فلوجة هي بيدها صارت في التسعينات حتى هذا سابق عصره وقتها لأنه سابق عصره في وقتها ديجا محمد علي النهدي ومحمد علي بن جمعة عملوا ديو طيارة برشا في مسلسل فلوجة فريمون معناتها عملوا خدمة مزيانة برشا اللي توا اللي توا فريمون عملوا روتور مزيان برشا برشا ومشكورين على الأخر معناتها كلمة ما لا الحقيقة أنا عندي هكا دغدغة صغيرة ساعة توفر الظروف باش البريء يولي متهم هنا سوسل الجملة نحب نقولها انت مشاركه محمد علي النادي في المسلسل هو هديه مفخخه وفي شكل عقاب بعد ما قال هي كانت لاسيستانت نتاعي وبعد ما تهكم عليها وبعد ما قال كان جات الدنيا تكتب لي السيناريو باسمي يا اخي كتبت له هديه مفخخه بالاسم ولا لا انا نتصورها نتصورها عبد الرزاق وقت اللي قال كارها وكارها بدليله معناتها تغشش بالحق معناتها خاطر اصحابه وياه وخدموا مع بعضهم ما عيطتلوش انا ما نتصورش عيطتلو على خاطر هو قال كيكه انا نتصورها عيطت له على خاطر يقول عكس هذاك اي رستم اذا باش نحكيو على المسلسل هذا ليزاني 90 كما قال الدلاجي سابق عصره اما اذا باش نحكيو على فلوجة اونتر بارونتيز ماهوش هذاك اللي موجود عندنا في تونس هذاك مش موجود حتى كان اكثر دلاجي راهو زاد الواحد يتفرجوا على حوايج ماهيش نتاعنا وحتى للعائله التونسيه حتى شو انعصيتم في الستير انت قلت فلوجة انعصيتم في الستير ما يحكيش الواقع التونسي ولا كان تجيب واحد خليني في فلوجة التسعينات فلوجة التسعينات تحس فيه ولد الناس اي ولد الناس تحس فيه شويه فيه زاد طبع هزلي شويه راه اي فيه طبع فيه طبع الهزلي ما نجرؤوش في الوقت اما كما قلت كما قال رستم الفلوجة راهو كي انت مش تطرح قضيه كبيره والقضايا كبيره كما هكاك ما نحبوش نعموها في المجتمع التونسي لا كان جيب واحد جون يقرا في الليسي تقول لك عنه اكثر ما نعموهاش خاطر كي تطرح عبد كبير ما ينجمش يعرف منصف تفرجت في فلوجة اليوم؟ لا وتفرجت في فلوجة ذايا ولد الناس قبل؟ لا ما لفيش تتفرج في رمضان تفرج في رمضان تفرج في روحك تمشي للتراويح تصلي التراويح تمشي للتراويح تصفيقة كبيرة سي المنصف هذا عام انت عيد ميلادك تعرفوش 15 أبريل 61 تذكرت 15 أبريل 1900 قلت 100% باش ينسى ذي لا سي المنصف يلا خلينا نبداو بالغناء وبعد نعملوا حوار الصراحة متاعنا يلا نبدلوا الجو أنا قلت في التونسي يلا ننطلق في التونسي تفضل سي المنصف يلا منصف السعيدي والصارت أحلى
مازال قلبي حديد، مازلت يا رجال مازلت ذاك حرصاص نزيد. صمديت في يوم الابلي عالروم، ما زال بحري في الشقوف يغم، ما زلتني منعود بالدمدوم، ما زلت عندي الحاسه والشم، ما زلت ما نغفلش وقت النوم، ما زلت عربي بالملي والفم، وما زال ما زال عندي ذيبنا مكروم، ما زلت نبزع على سخن الدم، انت وننقر على الذي مظلوم. يوم زال رعدي لا درز خدم، تشبح بروقي في السحاب تحوم.